بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. في هذا الكون الذي نعيش فيه نلاحظ وجود مجموعتين من الطاقات. المجموعة الأولى مجموعة الطاقات الكونية، والمجموعة الثانية مجموعة الطاقات البشرية. ماذا تعني هاتان المجموعتان؟ الكهرباء طاقة كونية، طاقة خلقها الله سبحانه وتعالى وسخرها من أجلنا نحن البشر. الذرة طاقة كونية خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من أجلنا نحن البشر. وهكذا بالنسبة إلى بقية الطاقات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. في موازاة هذه الطاقات الكونية توجد هنالك مجموعة أخرى، وهي عبارة عن الطاقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى في داخلنا نحن البشر، باعتبار أن هذا البشر انطوى فيه العالم الأكبر. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ هذه الطاقات وهذه القوى يعبر عنها بالغرائز، الغرائز التي خلقها الله سبحانه وتعالى في داخل كل واحد واحد منا. سؤال: ما هو الموقف الصحيح تجاه هذه الطاقات؟ كيف يجب أن نتعامل نحن مع هذه الطاقات، سواء كانت طاقات كونية أو كانت طاقات بشرية؟ الجواب على ذلك أن هنالك ثلاثة مواقف. الموقف الأول موقف الإطلاق، والموقف الثاني موقف الكبت، والموقف الثالث موقف التنظيم. ماذا تعني هذه المواقف الثلاثة؟
الموقف الأول موقف الإطلاق، أترك هذه الطاقات وهذه الكوامن تنطلق على سجيتها، تعمل كما تشتهي وتريد. هذا هو الموقف الأول. هذا الموقف هو الموقف الذي اختاره الغرب تجاه هذه الطاقات وتجاه هذه الكوامن. أطلق هذه الطاقات الحديثة، دعها تعبر عن ذاتها. هذا الموقف طبعا موقف ينسجم مع اللذة التي يتطلبها كل فرد. الفرد يبحث عن اللذة، وموقف الإطلاق عبارة عن استجابة لهذا الموقف. ولكن من الواضح أن هنالك فرق بين اللذة وبين المصلحة. قد يكون هنالك شيء لذيذ ولكنه ليس في صالحك، فهل تفضل في هذه الحالة اللذة أو تفضل المصلحة؟ عملية السرقة عملية لذيذة، يلذ للسارق أن يستولي على أتعاب الآخرين، ولكن هل من الصالح أن يفتح المجال لهذا العمل؟ طبعا لا. اللذة شيء والمصلحة شيء آخر. لذلك نجد أن الغرب الذي اختار هذا الموقف ابتلي بمشكلات لا عد لها ولا حساب. الآن أنتم تلاحظون الضجة التي وجدت في بلاد الغرب، هذا المرض الخطير الذي انتشر في كل مكان، مرض فقدان المناعة المكتسبة. وما قرأتم حوله في الصحف من أخبار لماذا تولدت هذه الظاهرة، نفس علماء الغرب، نفس الأطباء، نفس المحللين يقولون إن من العوامل المهمة وراء انتشار هذه الظاهرة هذا الموقف الخاطئ، موقف إطلاق العنان للرغبات والأهواء والنزعات الداخلية. والمشكلة أن القضية لا تقتصر على الأفراد الذين ارتكبوا هذه الخطيئة، وإنما تعمهم لكي تنتشر إلى الآخرين، إلى الأبرياء عن طريق الدم أو ما أشبه ذلك من الطرق. الآن في كل مكان هنالك ضجة كبيرة حول هذه الظاهرة الخطيرة. إذن هذا الموقف الأول قد يكون ملبيا لوازع اللذة، ولكنه لا يعبر إطلاقا عن المصلحة البشرية. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني موقف الكبت، أن هذه الطاقة تكبت، أن هذه الطاقة تحبس ويقضى عليها، إما قضاء نهائيا وإما قضاء إلى حين. هذا الموقف الثاني أيضا موقف خاطئ. لماذا؟ هذا هدر لطاقة خلقها الله سبحانه. إذا جاء هنالك شلال
أن تترك الطريق أمام هذا الشلال غلط، لأنه يأتي ويهدم الحياة والكون، يأتي ويهدم البيوت والمساكن، وأن تحاول أيضاً في المقابل أن لا تستفيد من هذا الشلال أيضاً خطأ، لأنه هدر لهذه الطاقة، تضييع لطاقة خلقها الله في أعماقك. ثم إلى متى يستطيع الفرد أن يظل ثابتاً لهذه الطاقة؟ يظل إلى فترة، ثم بعد ذلك تسوقه هذه القضية إلى الانحراف أو إلى العقد النفسية. علماء المسيحية قديماً وحديثاً جربوا هذا الموقف الثاني. لا يحق للعالم المسيحي أن يتزوج إطلاقاً، يجب أن يظل أعزب كما كان المسيح صلوات الله وسلامه عليه كذلك. ولكن هل استطاعوا أن يكبتوا هذه النوازع؟ أيها الإخوة، راجعوا كتاب قصة الحضارة، ألفه شخص من كبار المؤرخين الغربيين. هذا الرجل يتناول الفضائح الأخلاقية التي جرت في ذلك المحيط، في محيط الكبت، في محيط خنق هذه الطاقات. ويذكر هذا المؤرخ الكبير في كتابه قصة الحضارة، يقول بأن هنالك مجلدات ضخمة الآن توجد في الفاتيكان تتناول الفضائح التي قام بها رجال الدين المسيحي في القرون الوسطى وما تلا القرون الوسطى. هذه الطاقة لا يمكن القضاء عليها. فبناء على ذلك، الموقف الثاني، موقف الكبت، أيضاً موقف خاطئ. موقف الإطلاق خطأ، في المقابل موقف الكبت أيضاً خطأ. فما هو الحل؟ الحل قرره الشارع المطهر، موقف تنظيم هذه الطاقات، فتح قنوات لهذه الطاقات، قنوات نظيفة ومشروعة حتى لا تترتب أخطار ذلك الجانب ولا أخطار هذا الجانب. السيل عندما يأتي تفتح له قنوات، تضع له سدود طبيعية وتحاول أن تستفيد من ذلك. النكاح هو الحل الذي جعله الشارع المطهر لهذه الطاقة الكامنة ولهذه الغريزة المحتبسة. ولذلك نجد أن الشارع أكد تأكيداً كبيراً على الزواج. الشباب الذين لم يتزوجوا ينبغي لهم أن يتزوجوا، والكبار الذين تزوجوا ينبغي لهم أن يشجعوا الشباب ويشوقوهم ويمهدوا لهم الطرق لكي يتزوجوا. أنا في هذه العجالة أقرأ لكم بعض الروايات التي وردت على لسان المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم حول التشويق وحول الحث على هذه السنة المؤكدة.
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واسمه عكاف، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألك زوجة؟ النبي كان يسأل عن الخصوصيات. الشاب عندما كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأله: ألك زوجة؟ ألك عمل؟ وما أشبه ذلك من هذه الأسئلة. قال: لا يا نبي الله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألك جارية؟ في القديم هذا كان شيء متداول، إماء كانت، وكانوا يستفيدون من هذه الإماء. ألك جارية؟ فقال: لا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تزوج وإلا فأنت من المذنبين. تزوج وإلا فأنت من رهبان النصارى. تزوج وإلا فأنت من إخوان الشياطين. الشاب الذي لا يتزوج قد يكون مؤمنا، هذا الرجل يحفظ نفسه، ولكن كثير من الشباب ينزلقون في المتاهات الأخلاقية. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون السيطرة على هذه الرغبة الجامحة: تزوج وإلا فأنت من إخوان الشياطين. هذه رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواية ثانية ينقلها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: جاء رجل إلى أبي الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه فقال له: هل لك من زوجة؟ أنت متزوج؟ فقال: لا. فقال الإمام الباقر، لاحظوا هذه الكلمة: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها، مو الكرة الأرضية، الدنيا وما فيها، يعني كل ما طلعت عليه الشمس، كل هذه المجرات وكل هذه السدم العظيمة الموجودة في هذا الفضاء اللامتناهي، ما أحب أن لي الدنيا وما فيها، وأني بت ليلة وليست لي زوجة. لأن أنت إذا ملكت الدنيا وما فيها هذا شيء دنيوي مؤقت، ولكنك إذا عشت بلا زوجة، إذا بت ليلة واحدة بلا زوجة، هذا قد يؤدي بالشاب لا سمح الله إلى الانحراف وإلى الانزلاق الأخلاقي، يؤدي به إلى الحرمان من لطف الله سبحانه وتعالى ومن ثواب الله سبحانه. ثم قال الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: ركعتان يصليهما متزوج أفضل من رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره. عزب غير متزوج، يقوم كل ليلة من أول الليل إلى الصباح بالعبادة والتقوى والخشوع، ولكن ركعتان يصليهما رجل متزوج، هاتان الركعتان أفضل من ذلك القيام وأفضل من ذلك الصيام. ثم أعطاه أبي 7 دنانير، أعطاه وقال: تزوج بهذه. الزواج 7 دنانير. ثم قال أبي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم.
يعني الزواج يفتح عليك بركات الله سبحانه وتعالى. هذه معادلة غيبية أو معادلة طبيعية؟ الجواب على ذلك: أولا هذه معادلة غيبية. الله سبحانه وتعالى تكفل للمتزوج برزقه أولا، وثانيا هذه معادلة طبيعية، مو فقط معادلة غيبية. هذه المعادلة أشار إليها السيد الوالد دام ظله في موسوعته الفقهية: الشعور بالمسؤولية يخلق في الشاب اندفاعا. أنت إذا لم تكن متزوج لا تشعر بالمسؤولية، لا تشعر أن هنالك وراءك من ينتظرك، لذلك قد لا يهمك أن تكتسب أو لا تكتسب. التكلف في الزواج يبقي الشباب بلا زوجات ويبقي الفتيات بلا أزواج. التكلف يعني أن يكون المهر كذا، أن يكون البيت كذا، أن تكون الأثاث كذا. هذه القضايا لم تكن مطروحة عند نبي الله صلى الله عليه وآله. في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج جميع زوجاته وزوج جميع بناته على كم؟ على 12 أوقية ونش. الأوقية يعني 40 درهم، اضربوا 40 درهم في 12 كم يكون؟ 480. ونش يعني نصف أوقية، 500 درهم. رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج جميع زوجاته 500 درهم، زوج جميع بناته 500 درهم. في مرة من المرات قامت امرأة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، إني امرأة وليس لي زوج. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يتزوج هذه المرأة؟ قام شاب قال: يا رسول الله، أنا لهذه المرأة. قال النبي صلى الله عليه وآله: وكم تعطيها من المهر؟ قال الرجل: ليس عندي شيء، ما عندي شيء حتى أعطيها. فاتفق على الزواج على أن يعلمها سورة من سور القرآن، هذا كان المهر، يعلمها سورة الجحد مثلا، يعلمها سورة النصر مثلا، سورة يعلمها، هذا هو المهر. متى الزواج؟ في هذه الليلة. وتزوج ذلك الرجل بتلك الفتاة في نفس تلك الليلة. هكذا كانت القضية. ونفس هذا الزواج كان يعيش فيه الفتى والفتاة 60 عاما ولم تكن تحدث هنالك مشكلة، لأن السعادة الزوجية لا ترتبط بحجم المهر، لا ترتبط بالبيت والأثاث، وإنما ترتبط بالباطن النقي، ترتبط بالدين والأخلاق. أنقل في ختام الموضوع هذه القصة وأختم الموضوع. هنالك أحد العلماء كانت له بنت، هذه البنت كانت معروفة بالجمال والكمال، وأنها أحفظ أهل زمانها للقرآن والسنة النبوية. عبد الملك الخليفة المعروف خطب هذه البنت لابنه، ابنه الوليد ابن عبد الملك. هذا العالم رفض هذا الزواج لأنه لم تكن هنالك الكفاءة، الكفاءة الشرعية، الدين والأخلاق فقط.
أخذوا هذا العالم وضربوه 100 صوت نتيجة لموقفه، ولكنه أصر على موقفه ولم يرضى أن يزوج بنته للوليد ابن عبد الملك. رجع الرجل من الشام إلى المدينة، جاءه تلميذ من تلاميذه يسمى بعبد الله ابن أبي وداعة. قال له هذا العالم: يا عبد الله، ما حالك؟ قال: توفيت زوجتي، كانت له زوجة هذا الرجل، وتوفيت تلك الزوجة. قال له: فما يمنعك من التزويج؟ قال التلميذ: ومن يزوجني ولا أملك من الدنيا إلا 2 أو 3؟ هل هنالك رجل يزوجك بنته على 2 أو 3؟ قال العالم: أنا أزوجك بنتي. قال له: أنت تزوجني بنتك؟ قال: نعم. قال: تزوجني بنتك على 2 أو 3؟ قال: نعم. تقرر العقد وتقرر الزواج. الرجل التلميذ يقول: عدت إلى البيت، بيت متواضع، وتناولت طعام العشاء. ما هو طعام عشائه؟ خبز وزيت، خبز وزيت الزيتون، هذا عشاء. في أثناء العشاء وإذا بالباب يطرق. من بالباب؟ فتحت الباب وإذا بأستاذي العالم المعروف. يقول: كان هذا آخر من يأتي إلى ذهني، أن يأتي كل أحد إلا هذا الرجل. تعجبت، قلت له: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال: إنك أصبحت بلا زوجة، ويكره لعن الله من بات وحده. فسره بعض العلماء بمن يبيت ولو ليلة واحدة بلا زوجة، لعن الله من بات وحده. إنك أصبحت بلا زوجة وكرهت أن تبيت ليلة واحدة بلا زوجة، وهذه زوجتك. جاء بزوجته وأدخلها في الدار، وانتهت القضية. الزواج السعيد لا يعتمد على المال. لا تتزوج امرأة لجمالها فلعل جمالها يطغيها، هذه رواية عن المعصومين صلوات الله عليهم، فلعل جمالها يرديها. ولا تتزوج امرأة لمالها فلعل مالها يطغيها. طبعا الجمال لا بأس أن يلاحظ، المال لا بأس أن يلاحظ، ولكن ليكون هذا هو الملاك وهذا هو المقياس عند الشاب أو عند الشابة. كم تملك الزوجة أو كم يملك الزوج، هذا ليكون ملاك، ليكون مقياس، ولكن تزوجها لدينها وأخلاقها، لأن هذا الجمال سوف ينتهي بعد حين. أقصى مدة للجمال 6 أشهر وينتهي كل شيء، ولكن الدين ولكن الأخلاق هي التي تبقى معكم 60 عاماً 70 عاماً في هناء وصفاء وود وحنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل الأمر لشبابنا، وأن يوفق كبارنا للإسهام في هذه المهمة الشرعية الخطيرة. الله على محمد وآله الطاهرين.